أكد سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء أن مصنع الألواح الشمسية في مملكة البحرين الذي أعلنت عن تدشينه شركة سولار وان سيبدأ الإنتاج الفعلي قبل نهاية العام الحالي بحسب ما نقل الوزير عن مسؤولي الشركة. وقال ميرزا في تصريحات صحفية أن المصنع الذي يعد الأول والأكبر من نوعه في منطقة الخليج العربي بدأ الإنتاج التجريبي الفترة الماضية، موضحا أن هذه الخطوة ستعزز من موقع البحرين في مجال الطاقة المتجددة. وتطمح الشركة إلى التعاون مع الجهات الرسمية لتوفير أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية دون الحاجة إلى مد كابلات كهربائية، بحيث تعمل 24 ساعة بصورة ذاتية، كما ستوفر الشركة حلول توليد الطاقة الشمسية وبأسعار تنافسية في البحرين والمنطقة.